مفيش شك يعني ان الزواج سنة الحياة وسنة يعني امرنا بيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كمان السيدات كل ست فيها يعني ميزة بتميزها عن غيرها، كل واحدة بيكون لها بريق خاص، بيكون لها ميزة بتقدر اللي هي يعني تتميز فيها وتنافس فيها غيرها من السيدات. سؤالنا النهاردة في الحلقة في صباح الخير يا مصر بيقول: لما حد يكون رايح يتجوز ويسألك عن الحاجة اللي يعملها علشان يريح دماغه، إيه اللي تقوله له؟ هدير هتقولي إيه؟ يريح دماغه من إيه؟ من الجوازة ولا من إيه؟ كلمة حاضر بتريح يزق اليوم يمكن عشان يعني أنت طول الموضوع قول لهم حاضر، يعني حاول تقول حاضر على قد ما تقدر من أول الجوازة، كل الأطراف تقول حاضر، الموضوع إن شاء الله يمشي صحيح. يعني احنا داخلين والنية خير، فبما ان النية خير اعتقد يعني لما الواحد فعلا، ودي نصيحة دايما كان بيقول لي عليها يعني والدي، يقول لي انت داخل في حاجة حلال وداخل في حاجة يمكن سنة امرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فخلي نيتك خير، وطول ما انت نيتك خير ما تحسبهاش، قول حاضر وهتلاقي ربنا هو اللي دايما والله دايما يقول لي كده، ما تحسبهاش، قول حاضر وهتلاقي ربنا هو اللي بيسهلها. ربنا يعني نحاول ان احنا يعني برضو نستشير الناس فكرة الكبار في حياتنا صحيح. لانه دايما بيكون عندهم وجهه نظر يمكن واحنا صغيرين ما بنبقاش شايفينها، لكن احيانا تكون صح، فناخد بالاسباب على قد ما نقدر. بالمناسبه مع جواز الصالونات ولا جواز يعني بما اننا يعني والله هو نصيب، يعني انا مش بآمن بحاجه معينه، صالونات او جواز عن حب، ممكن الصالونات يكون يعني يكون برضو فيه جزء كبير من الحب والقبول، يعني ما هو الصالونات دي هم اتنين قعدوا صحيح. مع بعض حصل نوع من الاعجاب، يعني هي في كيمياء ما بينهم حصلت حاجه اجتماعيه، بس هي اتسمت جواز صالونات يعني، لكن لو احنا بنتكلم على زمان ما كان يبقى الموضوع كله صالونات يعني صحيح. فهو نصيب في الاول وفي الاخر، المهم ان احنا نستخير ربنا، نحسن الاختيار، نحاول ان احنا نشغل عقولنا على قد ما نقدر، ما يبقاش الموضوع بس المتحكم فيه العاطفه، لانه الجواز مؤسسه كبيره، اعتقد ان الموضوع محتاج جزء كبير منه يعني يكون متحكم فيه العقل، ونقول حاضر يعني اعتقد حاضر يعني موضوع حاضر ده بيريح الكل يعني. انتوا قولوا لنا بقى، ده سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، وانت رايح تتجوز او وانت رايح تتجوز، ايه النصيحه اللي اتقالت لك؟ ايه الحاجه اللي انت عملتها وحسيت انها ريحت الدنيا وسهلت الجوازه عليك، تسهلها على اللي جاي من بعدك؟ هتلاقوا السؤال ده موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.